احنا هلا برادي لفتة ماشيين، برادي لفتة وعلى اليمين شعفاط. شعفاط كثير واسعة المنطقة، كثير حلوة كمان. شوف على الشمال ايش هاد؟ على الشمال هذه قول معي شتاب على تل الفرنسية رمات شكول، بس هي أراضي لفتة. أراضي لفتة برضه، يعني أراضي لفتة كانت كبيرة جدا. جدا كبيرة، لسه أراضيها واسعة لغاية المالحة. واو. أراضيها كثير واسعة. طبعا هذه المعلومات أنا تاريخيا ومن الإسلام الكبار كانوا سكان لفتة، من ضمنهم أبو الليل اللي بيعمل فلافل مشهور جنب التل الفرنسية جنب الجامعة العبرية. هلا احنا بعد الاشاره الضوئيه بدنا نفوت الشارع اللي فتحوه جديد، بس مش راح نفوته لانه بدنا نيجي على المدخل تبع لفته. اما انا بورجيكم اياه لما نوصل لهذه. شارع حلو كثير نفسه. بتعرف قديش كان سكانها قبل ما تهاجروا الناس يعني؟ والله بالضبط ما بقدر اقول يعني، اذا بدك معلومات صحيحه عن لفته، وإذا يعني حابين تكتبوا شيء أو تعرفوا شيء مظبوط. لا بقدر أطلع أنا بالكتب، بس كنت هيك سؤال يعني، مجرد سؤال إذا بتعرف. إذا عندك معلومات قولي لي، أنا ناسي والله. لا مش مشكلة، بقدر أطلع. أنت معلوماتك يعني حكي اختيارية اللي كانوا ساكنين هناك، أو قراءة كتب. أو قراءة كتب. هلا الشارع الجديد بضل دغري. هلا إحنا مش رح نقدر نروح دغري، رحنا دغري نخش على خط الأبيب الناشم فيه. هلا بدنا نفوتكم على مدخل لفتة. ماشي. هم اليهود زرعوا الأشجار هدول؟ هذا كله يعني رباني سيدي. كله ياباني. رباني. فلسطين خضراء من رب العباد. أما هم أنا بقول لك بيزيدوا عليها. لا لأنه بسمع إنه بيحطوا أشجار. هلا الشارع الجديد هيو تحت. شايفين؟ ايوه هذا الشارع الحلو اللي تحت. بيبين منيح، بس هلا ببين لك لقدام. ايوه هذا كلها جبال لفتة، هي كلها جبال لفتة. ايوه الشارع بين. هذا الشارع اللي ماخذ بالطول هيك، هذا بودي على تل أبيب. انت لو جيتي قعدتي جنبي او هو كان بنقدر نصوره احسن. كنا شايفين. مش مشكله. هلا الجبل اللي قبالنا هذا، هذه لفته. هذه القرى الرسميه اللي مبين فيها لحد هلا الطول. هلا اللي فوقيها العمارات اللي فوقيها هي بعدش اقول اللي هي دير ياسين اللي صار فيها مذبحة. هذا اللي فوق هون؟ اللي فوق. هذا كله دير ياسين. دير ياسين. طبعا زائد الجبل هذا اللي على اليمين. هلا اللي على اليمين في دور مبينين. هلا بدكم تنزلوا تشوفوا لقدام شوي. يا ريت انه اللي في بشي مسبح هيك صغير اليهود بروحوا بسبحوا فيه. بتبدا يعني بير اشي. بير هم مخربينه حط يعني. هذيك بيت لتحت شوي وسم بيت زايد. بيت زايد طريق تل أبيب هون قريبة قبل أبوش. هي لفتة هون. هلا في بتشوفي دور كمان. هلا ندخل على مدخلها. في حتى كمان أكم من دار يهودية ساكنين فيهم. هي هذي
الدور العتيق يعني بيعملوا جسر شايف بيعملوا جسر هوائي. الجبل أخلوه هذا جسر جديد راح يربط مع هذا الشارع اللي احنا فيه. عندنا الا مدخل واحد على هاي المدخل هذا اللي بنفوت عليه مش مدخل ثاني. هاي هاي بعد شو اللي هي دير اسمها هذه هون هاي اللي بيننا بالضبط. انا بدخل مش بقدر من تحت نشوف ايش بصير معنا لانه هي مناطق اظنيه هون تمليح يعني دور العتيقه. أيوه.